تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر جوابية من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران. هذا نصها. صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا وباعتزاز يا صاحب السمو أن نرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات الامتنان والشكر والتقدير على برقية سموكم المهنئة بنجاح معرض البحرين للطيران 2018 في نسخته الخامسة، مقدرين ومثمنين دعم سموكم اللامحدود لمعرض البحرين الدولي للطيران لعام 2018 ميلادية في نسخته الخامسة، والذي أقيم بقاعدة الصخير الجوية واستقطب اهتماما إقليميا ودوليا كبيرا من قبل وفود الدول وشركات الطيران والمستثمرين والجمهور من البحرين والدول الشقيقة والصديقة. وإذ يشرفنا يا صاحب السمو الملكي في هذه المناسبة أن نعبر لسموكم حفظكم الله عن بالغ التهاني بالنجاح الباهر لهذا المعرض، والذي يضيف لبنة جديدة في صرح الإنجازات العديدة التي يحققها بلدنا الغالي في ظل سعي سموكم الدؤوب لتحقيق كل ما فيه الخير والتقدم والازدهار للوطن والمواطن. ونقدر عاليا يا صاحب السمو ما قدمتموه من دعم متواصل ومساندة مستمرة لإقامة مثل هذه المعارض في مملكتنا العزيزة، وما تطرحونه حفظكم الله من رؤى قيمة تجاه رفعة مملكة البحرين في مختلف المجالات. دعنا الله تعالى أن يسبغ على سموكم نعمة الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تعزز مكانة مملكة البحرين اقتصاديا وتنمويا. وفقكم الله تعالى يا صاحب السمو وسدد على طريق الخير خطاكم، ودمتم بعون الله سالمين. ابنكم عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران.